السلام عليكم. قبل ما نبداو غادي تهبط لتحت غادي تابونا وبرك ديك الجرس باش يوصلك كاع النوتيفيكاسيون ديال لاشين ديالنا. يلا سي تابوني ولا باقي تابونا. اليوم غادي نهضروا على النيون. اليوم غادي نهضروا على القرايه في المغرب. اول سؤال غادي يطرح لك في بالك هو واش كاينه القرايه في المغرب ولا ما كايناش؟ الا كانت القرايه بحال هذه ان هؤلاء التلاميذ لا يتوفرون على مراحل داخل اسوار المؤسسه المراحل المجهزه اولا بحال هذه راه ما كاين والو. ما فهمتش واش حنايا في حرب ولا في قرايه؟ ما فهمتش. بعيدا على الضرب والقتيله والجرح والطواليطات واحد البلان وداخر ما عرفتش واش حتى نتوما كيطرا لكم ولا ما كيطرالكمش. كتكون ساليتي جلستي فرحان بالقرايه شديتي كاربونتك حتى كيجي شي ولد الناس فعلا ولد الناس وكي حشمك حدا والديك كيردك بحال عام مرك قرايتي في حياتك. السلام عليكم. عليكم السلام. قولي يا حقا فاش كيقرا الوالد؟ شاد الاجازه في ليكونومي الوالد ليكونومي. اي فاتك شاد الاجازه فاتك اي تبارك الله اجازه في الاقتصاد مزيان. أقول لي التضخم حاليا في البلاد كي داير من بعد الحكومة ديال الرئاسة ديال السي العثماني؟ تضخم؟ ناري تخيل بغى يجربني واش قاري وحدا الواليد نسيت انا هادشي. يا لطيف ما هو التضخم وكيف حاله في المغرب 2017؟ المهم راه التضخم هذا راه زعما يعني ان شاء الله دابا يكون حسن ويعني دابا في المغرب راه المهم دايما دموع. ومن هذا المنبر بغيت نوصل رساله لكاع لهاد ولاد الناس اللي كيحشموك حدا والديك. مزيان تسولني ومزيان تسقسيني فين واصلت قرايتي ولكن حتى نكون انا وياك كاين واحد البلان وداخر ما عرفتش واش حتى نتوما كيطرا لكم وهو داك عشيرك اللي كيبقى ماشي جاي معاك المدرسه ماشي جاي معاك المدرسه ماشي جاي معاك المدرسه من دايما جايب زيروات والنهار يجيب حسن منك يدير لك حاله. انت فين الصاد؟ صافا مالك كاين؟ اش كتراجع العطله هادي؟ اش عجبتي؟ سقطوني ولا حرام عاطيني 5 وانت اش درتي؟ سقطوك انا جبت 12. صاحبي خصك تجمع راسك قرا على راسك راه الدنيا صعيبه ما كاين اللي عيدو ليك غير اللي عيدو ليك لا والديك ولا صحابك قلت ليك. يو هادشي اللي كان في الفيديو ما تنساوش تابوناو ديرو جيم ديرو كومونتير ديرو اهم حاجه هي تبارطاجيو الفيديو.